عشان نبني عقولنا مظبوطة ونبدأ يومنا بنشاط وحيوية لازم معدتنا تبقى خفيفة. يلا اجهزوا معانا يا كل ستات البيوت، وعلى فكرة لازم تكلمونا على التليفون اللي ظاهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. يلا بقى نبتدي مع بعضينا المقادير. بس بقى يا حلمي خليها تابع البرنامج. بتجيبي طاسة كبيرة وبتحطيها على النار، اوعي تحطي فيها زيت ذرة اصله دسم دسم وفظيع. لا تجيبي ربع كيلو ليا وتحطي عليهم حتة زبدة بلدي. اول بقى ما الليا بتتقدح تقومي جايبة 10-15-16 بيضة وتحطيهم في الطاسة وتقطعي عليهم التوم ترنشات 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 وتفطري وجبة خفيفة بالهنا والشفا. يخرب عقلك يا مها، حد نفطر الناس كده على الصبح؟ مكلمها الو. برنامج صباح الخير يا بشر، لو سمحت عايزة اكلم على الهوا على طول كده الانسة مها مجانس. الو الو ايه مها، انا غاده، انا مش مصدقه ان انا شايفاكي قدامي في التلفزيون. الو من فضلك علي التلفزيون قوي 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 على الاخر عشان تعرفي تسمعينا. ماشي. الو يا مها، يا مها انا غاده صاحبتك صاحبتك وانضمت الينا
صديقة جديدة اسمها غادة. ألو مها. غادة مها اسمعيني، أنا غادة صاحبتك اللي بتوقعي بيني وبين خطيبي على طول. غدودودو وطلعت صديقة قديمة مش جديدة أعزائي المشاهدين. مها يا حبيبتي أنا زعلانة منك كده، تلطعيني أول امبارح وما تجيش. سوري يا حبيبتي، كان عندي طبيخ على الهوا، كنت بعمل فضلة خيرك، ورق عنب بالكوارع وباميه تستاهل بقك. يا حبيبتي يا مها معلش، عموما انا حلمي مش عايزني اعرفك خالص، قال لي لازم تختاري يا انا يا مها صاحبتك. وقلت له ايه؟ لا انا بقى قلت له الا مها، دي مها دي حبيبتي، دي مها دي صاحبتي، من فضلك يا حلمي ما تتدخلش في الموضوع ده. وقال لك ايه؟ قال لي ايه؟ بصي احنا اهم حاجه نعرف بعض من وراه، اوعي تقولي له ان انا كلمتك على الهوا. طب وانت بقى، وانت يا غدودودو ما جيتيش الديسكو ليه؟ بصي يا مها يا حبيبتي يا روح قلبي، انا مش عارفه الاقيكي، انت كل يوم في حته، افتح التلفزيون الاقيكي، مش عارفه انت بتبقي فين. يا حبيبتي انا مكاني معروف، الصبح في صباح الخير يا بشر، بعد الظهر في مساء الخير يا بشر، اما بالليل في الديسكو اللي مليان بشر. يا غادة الحقيني يا غادة يا غادة يا مها 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 سمعيني؟ بصي انا سامعة زيطة عند حلمي، ها ما تقفليش، هقوم ابص وارجعلك، اوعي تقفلي والنبي ما عايزاكي ضروري، ها ما تقفليش. يا غادة يا غادة يا غادة ايه في ايه بتزعق كده ليه وقلب الدنيا؟ ايه عمال انادي عليك من الصبح، في ايه؟ صباعي اتعور. اصبر معايا مكالمه خمس دقايق وهرجع لك. خدي تعالي هنا، انت ما عندكيش ريحه الدم، بقولك صباعي متعور دقيت عليه بالشاكوش، شوفي لي شويه بن ولا شويه بتاع مكروكروم ولا كراويه ولا سحلب ولا اي ينسون ولا زعتر. يا ابني انت على طول متصربع كده، بقولك اصبر معايا مها، مها على الهوا بكلمها في التلفزيون. ايه اللي مها على الهوا يعني؟ هي انت حطاها على النار يا بنتي، بقولك صباعي متعور. اصل انت مش فاهم انا بعمل ايه، انا عماله تعبانه وبربط على شغلانه ليا وليك، وانت عمال تزعق وتعطلني. اصبر هروح اخلص المكالمه مع مها وارجع لك. ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا من شغلاناتك دي. يا بص افتكرت حاجه مهمه حلمي، انا عايزاك تنزل دلوقتي حالا توقف لنا تاكسي، ها، لان احنا نازلين مشوار مهم، ما تسالنيش فين دلوقتي بسرعه. ها طب هخش بس الاول اغير هدومي كده واشرب سيجاره مع اني ما بشربش سجاير، واخد دش مع اني لسه واخد دش حالا دلوقتي من 3 دقايق، وارتب الشقه مع انها زي الفل، واشرب شاي مع اني شارب 15 كوبايه شاي، وانزل اوقف تاكسي. يا ابني بقول لك مها معايا على الهوا، معايا على الهوا. طب خلاص نزليها من على الهوا وانا هوقف تاكسي حالا اهو. طيب خلاص خش تاكسي سريع قوي التاكسي ده. تاكسي ياه في زمان راح اسكندريه. تاكسي. ودلوقتي هنبتدي تمرين تسييح الدهون اللي طفحناها على الثوب. يلا يا جماعه جاهزين معايا؟ يلا نبتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8 يا مها يا مها مها سوري يا حبيبتي، بس حلمي عمال يدقدق ومش عارف بيزرع ده ولا بيهبب ايه، وكل شويه يخبط في صوابعه بالشاكوش ويقول الحقيني يا غاده الحقيني يا غاده. حلمي ايه وزفت ايه؟ انا عارفه انت اتلميتي على العبيط ده فين. هعمل ايه بقى يا مها؟ الظروف، وبعدين بقى بيني وبينك ضل راجل ولا ضل حيطه؟ في حد يحب واحد شبه النداغه؟ يا غاده يا غاده غادة ده هو يا مها سمع صوته؟ ايه ده؟ هو ده المنيل على عينه؟ ايوه يا ستي هو. المهم يا مها بقولك، طب انا هقابلك ازاي وامتى؟ استني بس قوليلي البرنامج بتاعي عجبك؟ ده يجنن ده يهبل يا مها، ما عندكيش فكره يا مها انا انترستنج قد ايه ونفسي اطلع في البرنامج ده. سهل قوي يا حبيبتي، تعالي لي النهارده بعد الظهر في برنامج مساء الخير يا بشر، وانا هخليكي تشتركي. انت بتتكلمي جد يا مها؟ طبعا امال بهزر. اتفقنا يا حبيبتي. ستوب حرام عليكم، هتخربوا بيوتنا. Thank you.
اخيرا وصلنا. بس ده انت راكن ركنه، هو انت سواق؟ امال ايه بشتغل ايه يعني سواق؟ هايل هايل. طيب يا غدا يا دودو، غدا لو سمحت يا اسطى ممكن زماره؟ زماره ايه؟ احنا في العيد، عايز زماره ليه؟ زماره بس عشان غدا تطلع. ما عنديش انا زمامير اهو، كلاكس قاطع اهو اهو. انادي معاك اسمها ايه هي؟ مفيش اي زماره ولا حتى يخرب بيتك انا حبيتك. مفيش حتى لو عندي استيتا وعطلانه كمان اهو. طب نرعش لها نور؟ نرعش لها نور؟ مش البلكونه اهي، ارعش لها نور ازاي؟ جايز يتعكس كده. طب نادي يا غادة يا غادة يا غادة يا دودو يا دودو. انا اقول يا دودو انت تقول يا غادة يا غادة يا غادة. اهي اهي دي غادة، غادة خطيبتي، خطبنا من زمان قوي قوي، بحبها جدا. زمان وانا صغير كنت بخطبها، عارف كنت بنلعب كره في الشارع. اخلص طيب. اخلص طيب. يلا يا غاده يلا، معلش اتاخرت عليك، انا اسف، اصلي رحت لغايه ميدان احمد حلمي على ما لقيت عربيه لونها حلو كده جبتها وجيت، معلش انا اسف. ايه ده يا بني ادم؟ ايه عربيه؟ انا مش قايله لك تجيب تاكسي؟ ايه علبه السردين دي اللي انت جايبها لي؟ ايه ده علبه السردين؟ لا ما تاخدش في بالك. عيب ما يصحش، يلا ايه الحق عليا بقى، انا عايز اوفر علشان نتجوز. انا يستحيل اركب العربيه الحسالة دي، وبعدين ايه ده منظر سواق تجيبهولي؟ ايه ده؟ ما ده انا انضف سواق في المنطقه، مالك في ايه؟ ايه عايزه ايه يعني؟ عايز انا اجيب لك سواق ميتاليك؟ في ايه ميتاليك؟ ايه انت راخر؟ ما هيصحبتك. يلا انزلي يلا، مفيش وقت، الركاب قلقوا. طب يبرطم يقول ايه الحيوان ده؟ انا حيوان؟ حيوان وباربع رجلين وبديل. انا حيوان وبرضه على رجلين وبديل؟ لا ما تعيش، تاخدش في بالك، هي اصلا لما بتطلع في البلكونه بتتوتر. معلش انت قلت لي مين دي؟ دي خطيبتي غاده. خطيبتك؟ تصدق وتقوم بالله انا هطلع اقطعك. وهقطعك انت كمان يا عم. ولا انت ترسم عليا ولا ايه؟ في ايه؟ تقطع مين يا بابا بقميصك المشجر ده؟ مشجر انت كمان؟ ما بتشوفيش زيه؟ انا قميصي كاروهات يا اختي، كاروهات اهو. استنى بس، معلش ما تزعلش، اصل المشجر ممنوع في الشارع ده، انت ايه اللي لبسك مشجر يا ابني؟ ده كاروهات، انت راخر، انتوا هتجننوني. والكاروهات كمان ممنوع. يلا بقولك انت عمال سايبه يهزاني، ما تقدبه. ما انت كمان عماله تشتميه من الصبح، ما تحترمي نفسك. احترم نفسي؟ انا بتهزق في بلكونتي وفي منطقتي؟ انت بقيتي شرق، اشتمها. بقولك ايه، قسما عظما ما تلبيتي هطلع من شعرك، انا بقولك اهو. خوفتني، اطلع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اما انك سواق ايه الادب صحيح؟ مش انت اللي قلت لي اشتمها؟ تقوم تشتمها؟ طب بقولك ايه، انا زهقت منك، هنمشي ولا ايه في لنتك السودا دي؟ هنمشي ولا ايه؟ خلاص هدي نفسك، يلا بقولك. يا عم خلصونا يا عم، هي نازله ولا مش نازله؟ يا عم ما تعرفوناش، انتوا كمان اتوكلوا على الله. اتوكلوا على الله، خلصونا. خلاص يا عم. الله، ده ايه الشغلانه السودا دي؟ وده مالهم دول رخرين بيسالوا عليا نازله ولا مش نازله ليه؟ ما دول الركاب. عاجبك كده اللي انت عملته العربيه فضل؟ هاخد الاجره من مين؟ طب وانا سؤال محدد. انا مالي هاخد الاجره من مين؟ وانا مالي العربيه فضت ولا ما فضتش؟ انا مالي. ايه يا عم اللوست، انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ ما تقدمه يا حلمي. قدمه يا حلمي؟ انت حلمي؟ اه. تعال يا حلمي. ايه؟ شوف يا حبيبي بقى، نزول من الميكروباص مش زي ركوبه، خلاص انا كده هقطعك وكتاب الله. تقطعني ليه ان شاء الله؟ انت شغال سواق ولا جزار؟ انا سواق الصبح وجزار بعد الظهر، ايه رايك بقى؟ ايه رايي؟ اه. ايه يعني هتعمل ايه يعني يا سيدي؟ انت قد الحركه دي. ايه يا سيدي انت، وريني هتعمل ايه؟ يا سلام خوفتني انت كده. اهو من فوق لتحت كمان يا عم، انت ايه؟ من فوق لتحت؟ طب شوف انت دي من قدام لورا. اه. المحشي الليله ليله عيده، يا رب تبارك وتزيدوا، يا رب تبارك يا رب. المحشي الليله اللي تعيدوا، يا رب تبارك وتزيدوا. المحشي الليله اللي تعيدوا، يا رب تبارك وتزيدوا، يا رب تبارك. ودودو ما اتاخرت كده ليه يا دودو؟ معلش يا مها، كنت بعمل لحلمي كمادات. حلمي مين؟ حلمي خطيبي. ايوه عارفاه. هيكون حلمي مين يعني؟ حلمي حليم ولا حلمي رفله ولا حلمي طولان؟ انا اقول لك انا حلمي مين؟ انا حلمي شربات، حلمي سكر، حلمي خفه. لحلمك بقى،
طول ما الواد ده هيفضل وراكي هترجعي لورا. تفتكري؟ معقولة؟ معقولة أنا عينيا شايفة أمها مجانس بشحمها ولحمها؟ قولي اللملم يتلملم. لملم اتلملم. ما أنا ملموم، هتلم إيه أكتر من كده؟ أهو شحم لحم على عض، مفيش حاجة خالص، ما أنت مكونش على شحم ولحم المنطقة كله. كده بتطري عليا؟ ماشي، احنا بس عشان في مكان شغل مش هرد عليك، وروح كده وانت معصعص وعامل زي قلم الرصاص اللي من غير استيكة. خلاص بقى يا جماعة، احنا جايين نشتغل مش جايين نتخانق. ثانية واحدة، انا قلم رصاص يا مقلمة يا شنطة يا مدرسة بطلابها يا كورة كفر كده؟ طب مها خلاص عشان خاطري بقى يا مها. ايه يا حلمي؟ ما مها دي هي اللي مشغلة، احنا يعني كنا لاقين شغل. يلا يا حبيبتي يلا روحي ظبطي الميك اب بتاعك عشان هنطلع على الهوا بعد 5 دقايق. ماشي يا مها يا حبيبتي. يا روحي. حلو امي. انا مش ناقص، انا لسه ميكروباص دلوقتي يعني مسويني. هتطلع معانا على الهوا؟ يا ريت لا، بس اصل غدا مصره ان انا اطلع. حلو امي، انا مش عارفه لحد النهارده ايه اللي لمك على البنت اللي اسمها غدا دي. ايه بتقولي؟ ايه في حد يخطب غدا؟ دي حتى معصعصه ومسلوعه، دي ليها عندها انيميا. لكن انت بقى لو خطبت واحده حلوه ومبربربه زي، اتفرج اتفرج على الحياه هيبقى شكلها ايه. هيبقى شكلها مخيف مرعب. اولا انا ليش في المربرب، ما بحبوش المربرب، انا راجل نباتي ماليش في اللحمه ولا في الدهون. ثانيا انا انت مش التيب بتاعي، افهميها بقى، انا عمري ما اخطب واحده في حجمك. ان وريتك يا حلمي مبقاش انا مها مجانس. ايه رايكم يا جماعه؟ يا اختي كمال ام، لسه كنت بجيب في سيرتك بالخير والله. تفتي عليك يا قطه من غير ما تقولي. ايه يا حلمي مش عاجبك شكلي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، مين مجنون يقول كده؟ انت ده انت زي القمر، ده انت جسمك قمر، شعرك قمر، حواجبك قمر، بس كنتيش بس تخسي بتاع 900 كيلو كده عشان الارض تخف. 900؟ مها ايه يا حبيبتي؟ اسم الله عليكي، مالك هترجعي؟ لا متاخرين، يلا يلا هتخشوا معانا التمرين. يلا يا استاذ فريد جاهزين؟ تعالى جنبي يا حلمي. بس انت هنا وهي هنا. سيداتي انساتي ساداتي، ودلوقتي هنبتدي تمرين البطن الكرش. يعني المجموعه الاولى هتنام على ظهرها، والمجموعه الثانيه هتنام على رجل المجموعه الاولى. نبتدي. نام يا حلمي، نام. واحد. حرام. اتنين. كفاية. انت هتغني. تلاتة. الحقوني. اربعة. الحقوني. ودلوقتي سيداتي سادتي سادتي، ما عاد رفع الاثقال. اي نعم احنا ما عندناش حديد، بس احنا حليناها. المجموعة الاولى هتشيل المجموعة التانية. شيل يا حلمي. خد يا حبيبتي، مخصوم منك 60 جنيه. ليه؟ خسيتي يا اختي 5 كيلو. عدي. مخصوم منك 40 جنيه. ده ظلم ده. خسة 3 كيلو. مش ماشيين على المقادير اللي قلتلكوا عليها صح؟ اوكي نمشي عليها. وانتي يا حبيبتي يا اختي جمالك، انا فرحانة بيكي قوي قوي. تخنانة 10 كيلو ما شاء الله. مكافأة 100 جنيه يا حبيبتي. خدي دودو. مهووها. 1000 جنيه يا حبيبتي. عايزاكي تاكلي كده بقى وتتغذي وتبقي زيي. ها، واعتبري ان ده اتفاق بيننا وبين بعضينا. كل ما هتيجي تسجلي حلقه هتاخدي 1000 جنيه. 1000 جنيه في الحلقه الواحده، هو ده الكلام. ياه 1000 جنيه، ده على كده انا هاخد الافات بقى. انا اللي كنت بشيل. انت 50 جنيه هم يا اخويا. هات لك كوزين كوارع رموا بيهم عظمك. دول ما تجيبوش جنيه شرابات. 50 جنيه بس.
مش كفاية؟ مش كفاية ما عرفتش تعمل التمارين ولا حتى عرفت تشيلني؟ وقال ايه؟ عملت 150 بطن. طب خلاص 150 بطن ب 150 جنيه، هاتي 150 جنيه ولا ناخد يعني 40 جنيه ولا 50 جنيه وهي تاخد 1000 جنيه. غادة أنثى يعني ست، لكن أنت ذكر يعني راجل ومعصعص كمان. أما عبدو، أما عبدو هاتلي الميكروباص عشان أروح. ما ينفعش اللي انت بتطلبيه ده الميكروباص، انا عندي اقتراح. خدي اطلبي المرور يبعتولك ونش. ايه حلو، عيب كده، انت ازاي تكلم صاحبتي بالطريقه دي؟ ما انت شايف ما انت ماشيه على هواها، ما هي لسه مديالك 1000 جنيه على قلبك. انت بتقر على فلوسي؟ لا ما بقرش على فلوسك، بس يعني المفروض ان يبقى فيه مساواه ما بين الراجل وما بين الست. انا لو منك ارمي له الدبله في خلقته. تفتكري؟ كفاية كفاية بقى، كفاية زن في ودن البنت. حرام عليكي، حرام عليكي بخدودك. ايه اللي انت حطاه قدامك؟ سندوتشات وفاكهة؟ ايه حرام عليكي يا فاشلة؟ انا عارف، اصل انت عندك عقدة نفسية معقدة من الرجالة. عارفة ليه ولا اقولك؟ لا هقولك ليه، عشان اتخطبتي 5 مرات، 5 مرات والخمسة فشلوا يا فاشلة. لا لا، وريني بالتصرف الغير لائق، وريني هتتصرفي معايا ازاي، وريني. ايه ده؟ طب 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 بطلي ودوري تاني. سلامتك يا لملم. انت فعلا اتضربت كتير قوي النهارده. ايه ده؟ بلزقها. ضربت كتير النهارده؟ ما انت السبب، كله بسبب صاحبتك. مش فاهم انا ايه يعني بتركبش ميكروباصات؟ ما خلاص، ما كل الناس بتركب ميكروباصات، ولا هي فشخره والسلام. بقولك ايه يا حلمي، انت اللي واخد موقف المهم، معرفش ليه. طبعا ما هي مزرفاكي 1000 جنيه باكم بحاله، انما انا 50 جنيه كحيانين. والله كل واحد ومقامه. نعم يا اختي، كل واحد ومقامه. يعني ايه بقى ان شاء الله كل واحد ومقامه دي؟ يعني أنا قيمتي كأنثى أهم من قيمتك كرجل. ده الأوهام بتاعتك القديمة. لا يا ماما، الموضوع ده انتهى من زمان. الراجل يعني راجل والست يعني ست. الراجل رمز القوة، الست رمز الضعف. معلش معلش، بالراحة على نفسك شوية. لازم تقتنع إن سر الحياة كله بيكمن في المرأة مش في الرجل. مش كان فاضي، دي أوهام. ارجعي كده، ارجعي شوية بالتاريخ. سيبك سيبك من الجيل بتاع الايام دي، جيل محتاج فيتامينات وتقويه وجلوكوز. انما فين فين الجيل القديم، ايام جدنا شمشون؟ كان راجل فتوه الله يرحمه، الله يرحمه، عضلات. ده هو ده رمز الراجل الحقيقي. مش شمشون ده اللي دليله قصت له شعره وخلته ما يسويش تعريفه؟ اولا زمان ما كانش فيه تعريفه، ثانيا شمشون قوته ما كانتش في شعره، قوته كانت في عضلاته. انتي بتخرفي، انتي ما بتفهميش حاجه في التاريخ. سلامات يا تاريخ. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه البيئه ده؟ ده انتي بقيتي بيها قوي. سلامات يا تاريخ. ايوه انا بيئه. ما هو اكيد اكيد اللي قرخت قصه شمشون واحده ست عندها كلاكيع وعقد نفسيه ومطبات صناعيه في نفسيتها من جوه، عشان كده كانت منحازه للستات. بالعكس بالعكس جدا، وجود دليله في حياه شمشون هي اللي ادت له قيمه، وقدرت دليلة بذكائها ودهائها ان هي تقضي عليه. ده تخريف، ده كلام فاضي. اولا يا غادة، شمشون قوته كانت في عضلاته مش في شعره، لانه كان عامل عملية زرع شعر، كان اساسا اعرى. ايه الفتي ده؟ اني كتاب تاريخ ده اللي انت ذاكرت فيه؟ روح يا بابا اقرا كتاب التاريخ واعرف ازاي دليلة هزمت شمشوم. مين؟ شمشوم. شمشوم اسمه شمشوم، وقرية تاريخ قوي اسمه شنشون. يلا يلا علمك تاريخ. سيداتي آنساتي سادتي، على ما نجهز بالفقرة الإعلانية هنديكوا شوية منوعات عن الصراع الأزلي بين الرجل والمرأة، بين القوة اللي هو شمشون، وبين الذكاء والدهاء والجمال اللي هي دليلة.
على فكرة بعد الفقرة المتنوعة هننتظر منكم الحل. يا ترى مين اللي هيكسب؟ القوة والعضلات اللي هو شمشون ولا الذكاء والدهاء اللي هي دليلة؟ على فكرة يا جماعة سعر دي أبقى رخيص قوي، 50 قرش بس. كل ما هتطلبونا أكتر كل ما احنا هنكسب أكتر. متشكرين منكم قوي، باي. من صغري وقوتي في شعري وخصلتي والناس بيخافوا مني ويقولوا يا دهوتي شمشون يا نن عيني عضلاتك بتناديني شعرك عجبني خالص اديني الخصلة اديني شمشون يا نن عيني عضلاتك بتناديني شعرك عجبني خالص اديني الخصلة اديني غوري وسيبيني اتخبت طب يا روحي نام وانا اجيب لك جوز حمام طب يا شوشو نام وانا اجيب لك جوز حمام شمشون صحي يا ناس يا هو فين معبدكو يا جماعة اللي هتهدو شمشون صحي يا ناس يا هو فين معبدكو يا جماعة اللي هتهدو اهو معبدنا اهو اوكي تشجيع عمار تسقيف عمار تشجيع عمار تسقيف عمار ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا حاسه ده انت السبب ان انا مش شايف حاجه عينيك هتحطير المره اللي فاتت وانا عملت حاجه تاني عينيك التانيه كمان ايه حلمي فيه ايه ما هجي عشان تعتذر لك انا مش عايزه اي اعتذارات من حد مش عايز حد يعتذر لي انا حر هنعتذر لك يعني هنعتذر لك واحنا طالعين لك دلوقتي ايه طالعين ليه محدش يطلع محدش ما ينفعش دي لو طلعت هتهد البلكونه انا ما صدق امشي حلمي ها مجموعة به يا حلمي طرحة على الأرض يا حلمي ها وحيط أمي لما اطلع طب يلا نطلع